تحديدا على اثر الحادث اللي جرى البارح واللي قاموا فيه مجموعه من السجناء يعني عمدا بإندلاع حريق، وبانهم قاموا نوعا ما بتمرد وبمحاوله فرار جماعيه على اثر اننا حاولنا ما نخليوش ذاك الدخان اللي نتج على ذاك الحرق العمدي انه يخنق السجناء. تم التدخل ديال الموظفين المندوبيه العامه بدعم من قوات الشرطه، قوات مساعده، الوقايه المدنيه اللي كانوا حتى هما التدخل ديالهم بالسرعه اللازمه. اذا تم تدبير الحادث بشكل احترافي وبشكل انه يضمن لنا ما يكونوش اصابات، رغم انهم كانوا واحد الجروح طفيفه في جانب الموظفين، كانوا خمسه ديال الحالات اللي تلقاو العلاجات من المستشفى محمد الخامس واللي تم الاخراج ديالهم مباشره بعد ذلك لان الاصابات كانت طفيفه. حالات اختناق في بعض بالنسبه لبعض السجناء اللي حسوا بماليز يعني جراء هذاك الاختناق، ولكن تم تاوما بعثهم للوبيتال للمستشفى وتم اخراجهم في الحين، وحاليا راهم كلهم يعني من منذ الليله البارحه هما في المؤسسه يعني ما عندهم حتى شي مشكل. كان الفريق الطبي يعني بدعم من جميع المؤسسات القريبة ومن دعم من الوقاية المدنية اللي كانوا شارفين على أي حالة اللي كتشكل واحد الشك على الصحة ديال المعتقلين ولا على الموظفين أيضا. إذا كما قلت تم التدبير ديال هذا الحديث احترافيا، والآن كما كتسمعوا كما كتشاهدوا بأنه راه الحالة عادية والحياة تدب في المؤسسة بشكل طبيعي. وحنا بهذه المناسبات هذا الحديث كان لابد أننا ندخلوا ونطمئنوا العائلات على وليداتهم، دونك خرجنا واعطيناهم واحد تصريح بانه راه وليداتهم على خير، وباننا استثنائيا غادي نمكنوا جميع العائلات انها تطمئن على ولادها. دونك غادي ننظموا واحد الزياره اللي هي بنظام التفويج على اساس انهم الناس تطمئن على ولادها بان راه ما كاينش اي شي حاجه. البحث كيجري حاليا، كاين بحث اداري كيجري وغادي يكون بحث قضائي، كلشي كيتم تحت الاشراف النيابه العامه بطبيعه الحال، وداك الساعه النتائج ديالو الا كان شي مسؤوليه ديال شي حد راه غادي تكون الجزاءات الضروريه. كيف قلت لك وقعوا واحد بين 8 و 9 ديال حالات اختناق اللي تم الاخراج ديالهم من المستشفى، وبانه ما دابا ما عندنا حتى شي اصابه. اماكن الايواء اللي الحاله ديالها تدهورات، وشفنا بانه ما غاديش يكونوا في حاله يعني ايواء طبيعيه وصحيه وحقوقيه، تم نقلهم هذا الصباح الباكر لمؤسسات اخرين كتوفر على 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 اماكن ايواء اللي هي طبيعيه. كانت خطوره من انهم حاولوا يقفزوا من السور الخارجي. طبيعة الحال رجال الامن عندهم مساطير ديالهم وعندهم قواعد ديال التدخل ديالهم اللي هما كيتصرفوا فيها. بطبيعة الحال حاولوا يمشيوا لمكان السلاح، ولكن مكان السلاح عندنا حتى حنا قواعد امنيه مضبوطه، واخا دخلوا ليه ما عندهمش كيفاش يتمكنوا من السلاح، على ود كاين حواجز كثيره وكاين دي كوفر فور وكاين يعني ماشي بالسهوله اللي ربما الراي العام. وشكرا.